تكلمنا في الفترات الماضية عن خسائر الأولى والثانية لكورونا، واليوم نستكمل الخسارة الثالثة والأخيرة في هذا المجال، ألا وهي خسارة الصلوات والأخلاق وأمور التدين. والحقيقة أن التهاون في الصلاة في هذه الفترة مخيف ومحزن للغاية، ولقد أدى إغلاق المساجد وصلاة الجماعة لفترة محدودة من الزمن إلى انكشاف الكثير من الشباب وتهاونهم في الحضور إلى المساجد، وهذا شيء محزن وخطير، وللأسف ستكون له عواقب كبيرة في الفترة القادمة على الشباب، فإن الصلاة أمر مهم جدا للشباب، وإن أمورهم في كثير من الأحيان أو في كثير من الأوقات لن تتم ولن تنجح إلا بمحافظتهم على الصلاة. فلنخبر شبابنا وأبنائنا أن المحافظة على الصلاة أمان من المنكرات وأمان من كثير من الموبقات والمشاكل التي تحصل للشباب، وإنها الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم في حديث متعارف عليه أنه إذا حزبه أمر صلى. فاليوم كثير من الشباب تحصل عند هذه الإشكالية، أنه تنغلق أمامه الأبواب، تأتي إليه المشاكل، فيلجأ إلى كثير من الأصدقاء السوء، إلى المخدرات، إلى المنبهات، إلى السهر، إلى الابتعاد عن العمل والدراسة. لا يا شباب، إنها الصلاة، كان إذا حزبه أمر صلى صلى الله عليه وسلم. مما نلاحظ كذلك أيضا وكشفته جائحة كورونا هو المناداة وتحرر كثير من الشباب من أخلاق وقيم الإسلام، ومع ذلك يتنادى العالم ككل إلى أخلاق الستر والعفاف والترابط الأسري والاجتماعي لينقذوا أنفسهم ومجتمعاتهم من مشاكل الاغتصاب ومشاكل حمل الصغيرات خارج الزواج والتفكك الأسري والاجتماعي. وشبابنا للأسف أقول البعض منهم يحاول أن يقلد هؤلاء الغرب في كل شيء بالغث والسمين، طالبين التطور المدني، وهذا لا يتم. يجب أن يتم المحافظة على تراثنا الإسلامي وأخلاق الإسلام وأخلاق العرب. ففي ظرف 90 سنة استطاع خريجين التراث الإسلامي الجميل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكموا من الصين شرقا إلى جنوب أوروبا، واليوم نرى نحن التدهور في كثير من بلاد العرب والمسلمين وتأخرهم عن اللحاق بالتطور والحضارة لأنهم تخلوا عن تراثهم الأصيل. ذكرنا هذه المواضيع وذكرنا 3 مشاكل خرجت عن جائحة كورونا، ولا ننسى فضل دولة الإمارات في مساعدة المواطنين والمقيمين على هذه الدولة الجميلة في صد كثير من المشاكل التي كانت ممكن أن تحدث في جائحة كورونا. دمتم سالمين وشكرا جزيلا.